النهاردة إن شاء الله بداية من النهاردة والغاية تقريبا المتر هنتكلم والأعداد المركبة بأشكالها وتطبيقاتها المختلفة بداية إن شاء الله من النهاردة ولغاية المتر يعني تقريبا بنسبة 95 أو 97 كنتوا بتجيبوا الامبيدنس بتاعه السيركت اللي موجوده قدامنا دي فكنا بنقول ان ريزيستنس هي عباره عن ار بينما الاندكتنس بتاعه الكويل كانت عباره عن ايه جي اوميجا ال وبالتالي بما ان الاثنين دول سيريز مع بعض فكان عباره عن ان الامبيدنس اللي موجوده عندنا كانت عباره عن ايه ار زائد جي اوميجا ال فكانت الامبيدنس اللي حضرتك بتطلعها دي هي بدايه تعرفك على الكومبلكس لان الامبيدنس دي كانت عباره عن تو بارتس عباره عن جزء حقيقي اللي هو الار وعباره عن جزء تخيلي اللي هو جي اوميجا ال مقدار التخيلي فيها كان عباره عن اوميجا ال وبنفس الطريقه لو بدل الكويل ده كان عباره عن مكثف يعني لو كان عندك ار وسي سيركت فكان الريزيستنس بتاعتي كانت عباره عن ار وكان المكثف عباره عن ايه ناقص جي على اوميجا سي او واحد على جي اوميجا سي وبالتالي كانت الامبيدنس اللي معانا كانت عباره عن ار ناقص جي على اوميجا سي برضو كان فيها جزء حقيقي وجزء ايه تخيلي طبعا بقى نبدا لما زودنا السيركت بتاعتنا شويه لو بقت ار ال سي سيركت هتجيب الار وتجيب الجي اوميجا ال ناقص جي على اوميجا سي يبقى انا جبت الامبيدنس كلها على بعضها لو بدل ما بقوا سيريز بقوا بارلل لو صعبنا السيركت بتاعتنا شويه المهم في الاخر لما احنا كنا بنتعامل مع الاي سي سيركت مش تدرسوا الاي سي سيركت لما درسنا الاي سي سيركت كان كل التعامل في الامبيدنس بتاعنا عباره عن جزء كومبلكس عباره عن جزء حقيقي وجزء تخيلي وان شاء الله كمان لما تدرسوا بعد كده في الادفانس سيركت بعد كده او تدرسوا الماشين انتوا ما خدتوش ماشين لسه لما ترمي ده طيب عندكم في الماشين هتبداوا تتكلموا على ترانسفورمرز وتتكلموا بعد كده على الموتورز والكلام ده لما تجيبوا الايكويفالنت سيركت كلها بتبقى عباره عن مقاومات ومكثفات وعباره عن كويلز فبرضه هتلاقوا ان الامبيدنس اللي انت بتشتغل عليه عباره عن ايه كومبلكس هو ده اللي احنا بنتكلم عليه في الشابتر بتاعنا ده شابتر 2 شابتر 3 بنتكلم على العالم او فرع من فروع الرياضه اللي هو اسمه الكومبلكس اناليسيس هنبدا في البدايه كده ولمده تقريبا يمكن نص ساعه في بدايه المحاضره هنراجع شويه حاجات انتوا بالفعل اخذتوها ايام ما كنتوا في ثانوي في بدايه تعرفكم على الاعداد التخيليه بالنسبه لنا هنا في الكومبلكس اناليسيس اول حاجه عايزين نتعرف عليها نرجع تاني بقى كده لابسط المواضيع في حاجة اسمها كومبلكس نمبر الكومبلكس نمبر بياخد رمز عندنا اسمه زد خدوا بالكم ان احنا هنبدأ يعني الموضوع الكومبلكس اناليسيس من تحت خالص اللي هو بداية هنتعامل مع الكومبلكس نمبر اللي هو الاعداد المركبة يعني مثلا 3 زائد 5 اي 7 زائد 2 اي 3 زائد جذر 3 اي عدد مركب بسيط جدا وبعد كده نبدأ نتطور شوية بدل ما اتعامل مع العدد المركب هتعامل مع الدوال المركبة بنفس الطريقة اللي حضرتك درست فيها رياضة من ايام ما كنت في ابتدائي وانت طالع وانت اول حاجة درستها كانت ايه الاعداد
وبدات تطلع من الاعداد العاديه، دخلت في الميات، دخلت في الالاف، في عشرات الالاف، خدت الجمع، خدت الطرح، خدت الضرب، لغايه لما خلصت ده كله، وبعدين دخلت بعد كده في الدول او المعادلات، مش كده؟ هو نفس الوضع. هنبدا نتكلم الاول على الكومبلكس نمبر نفسه، ايه الخواص بتاعته، بندرسه ازاي وبنعمله ازاي، وطبعا كل الكلام ده اخدته قبل كده بس انا هرجع لكم الاول عليه. وبعد كده هيتطور معانا الموضوع ان احنا نسيب الكومبلكس نمبر ونبدا نتعامل مع الكومبلكس فانكشن، وهو ده اللي هنكمل معاه رحلتنا خلال الشابتر ده والابلكيشنز اللي موجوده في الشابتر اللي بعده. بالنسبه للكومبلكس نمبر ده له طريقتين للتمثيل. اقدر اكتب الكومبلكس نمبر ده على صورتين اتنين، يا اما نقدر نكتب الكومبلكس نمبر ده على الصوره الكارتيزيه، الصوره الكارتيزيه، يا اما بنكتبه على الصوره البولر، الصوره القطبيه. بيتكتبوا ازاي؟ افكرك كده، لو انت بتكتبها على الصوره الكارتيزيه بتبقى الصوره بتاعته كده، زد بتساوي اكس زائد اي واي. دي صوره اي عدد مركب زي الامبيدنس دي، عباره عن ار زائد جي اوميجا ان. بمقارنه الصوره العامه اللي موجوده معايا هنا مع الامبيدنس اللي انا جبتها، هتلاقي ان الاكس اللي هو الريال بارت اللي عندي اللي هو هنا مين؟ ار، بينما الواي اللي عندي هنا تكافئ مين؟ جي، لا مش جي، اوميجا ان بس. ما انا هشيل الاي اللي هنا، طبعا انتوا كنتوا بتكتبوا في السيركت والماشين انتوا بتكتبوها جي، ولسبب ان انتوا في الماشين انا عندكم الاي بيرمز للكرنت، فعشان كده ما بكتبش العدد التخيلي بالاي، كنا بنكتبه بايه؟ بالجي. لكن هو الجي اللي هنا هي بتكافئ الاي اللي هنا بالظبط، فالواي عندي هنا بتكافئ اوميجا ان. ولو انا بشتغل على السيركت دي هيبقى الار بتاعتي زي الاكس بالظبط، بينما الواي هتبقى بتساوي سالب واحد على الاوميجا سي. ماشي، دي كده الصوره الكارتيزيان اللي موجوده عندي، وزي ما قلت كده حيث وير الاكس اللي عندي دي هي عباره عن الريال بارت اوف الزد، بينما الواي دي عباره عن الايماجينري بارت اوف الزد، بينما الصوره البولر بتتكتب على الوضع ده، ان العدد المركب زد ده بيساوي ار اي اس اي ثيتا، ار في اي اس اي ثيتا، او اللي انتوا كنتوا بتكتبوها اختصارا في السيركت كده ار وزاويه ثيتا. معايا الكرنت بتاعي لما كنا مثلا بنيجي نحسبه كان بيطلع معايا الماجنتيود بتاعه بيساوي 3 والزاويه بتاعته 120 مثلا، فكنا بنكتبه اختصارا مقدار وزاويه، لكن الصوره الماثيماتيكال الفعليه بتتكتب كده ار اي اس اي ثيتا. خلاص، حيث الار اللي موجوده معايا دي هي عباره عن ايه؟ دي تمثل بالنسبه لي الماجنتيود بتاع العدد المركب اللي هي بتساوي الجذر التربيعي زي ما كنا واخدين زمان، مربع الحقيقي زائد مربع التخيلي. شوف الحقيقي معاك بكام، شوف التخيلي بكام، نربع نربع وناخد الجذر. يعني مثلا لو انا معايا سيركت بالشكل ده يبقى الماجنتيود بتاعها عباره عن ايه؟ الجذر التربيعي ار تربيع زائد اوميجا ال لكل تربيع، ودي هيبقى الجذر التربيعي الار تربيع زائد سالب واحد على اوميجا سي لكل تربيع. طبعا الاشاره اللي موجوده معايا بتروح مع التربيع طبعا. خلاص، يبقى اذا الار اللي معايا ده بيمثل الماجنتيود بتاع الكومبلكس نمبر نفسه اللي هو بيكافئ رقميا الجذر التربيعي لمربع الحقيقي ايا كانت قيمته زائد مربع التخيلي ايا كانت قيمته، مع ملاحظه ان المقصود بالجزء التخيلي هو الجزء اللي جنب الاي مش هو والاي. طبعا عارفين ان الاي ده اللي انتوا اخدتوه في ثانوي والناس اللي كانت بتدرس بالعربي اللي هو كان بيساوي ت اللي هو بيساوي جذر سالب واحد، فهنا ما ينفعش اخد العدد التخيلي اقول اسمه اي واي، لان ساعتها لما هتيجي تربع هتبقى اي تربيع واي تربيع والاي تربيع بسالب. لا، انا اقصد ان العدد التخيلي اللي معايا هو المعامل بتاع الاي، الاي ده بس هو مجرد بيحدد فين الحقيقي وفين التخيلي. الزاويه اللي موجوده عندنا بتاعه العدد المركب ودي بتكافئ تان ماينس 1 او تان انفرس التخيلي اللي معايا على مين؟ على الحقيقي. دي كده أول معلومة معايا، إن الآر دي بتمثل بالنسبة لنا الماجنتيود، بينما الثيتا دي بتمثل إيه؟
الانجل. وطبعا الثيتا اللي موجوده معايا دي الزاويه بتاعه العدد المركب، ممكن تكون زاويه موجوده في الربع الاول، ممكن تكون في الربع الثاني او الثالث او الرابع، على حسب الوضع بتاع العدد المركب زي ما هنشوف بعد شويه من خلال الاكزامبلز. يبقى انا عرفت كده ان العدد المركب بشكله التقليدي عباره عن صورتين اتنين، يا اما كارتيزيان يا اما الصوره البولر. في الكارتيزيان حقيقي وتخيلي، في البولر مقدار وزاويه. اول نقطه مطلوبه معايا ازاي لو انا معايا عدد على الصوره الكارتيزيان يتحول بولر، وازاي لو معايا صوره بولر احولها الى صوره كارتيزيان. طبعا اللي انا كتبته ده دلوقتي حول لي بالفعل الكارتيزيان لبولر، بدليل ان انا لما جبت المكونات بتاعه البولر اللي هي عباره عن مقدار وزاويه، المقدار هو جذر مربع حقيقي زائد تخيلي. يبقى انا كده استفدت من الكومبوننت بتاعه الحقيقي، اسف بتاعه الكارتيزيان، وجبت منها الماجنيتيود. طب ولو عايز اجيب هي تان انس واي على اكس مع مراعاه الربع اللي حضرتك شغال فيه. يعني ايه مع مراعاه الربع اللي انا شغال فيه؟ كمثال بسيط كده قبل ما ندخل في المسائل الصعبه شويه، نفترض ان انا عندي عدد مركب اسمه زد بيساوي 1 زائد اي. 1 زائد اي ده عدد مركب، الحقيقي فيه بيساوي 1 والتخيلي فيه بيساوي 1. لو انا حبيت احطه على الصوره البولر، يبقى انا محتاج اجيب الماجنيتيود بتاعه اللي هي الار او ماجنيتيود زد يعني، وعايز اجيب الثيتا اللي هي الزاويه. طب بالنسبه للماجنيتيود دي ملهاش خلاف، هي الجذر التربيعي لمربع الحقيقي زائد مربع التخيلي، وبناء عليه يبقى الماجنيتيود بتاعي بيساوي جذر 2. طيب بالنسبه للزاويه بقى، بالنسبه للزاويه هقول كده انها عباره عن تان انفرس على حسب القاعده اللي معايا. تان انفرس تخيلي على حقيقي، انا التخيلي بتاعي بواحد والحقيقي بواحد، يبقى تان انفرس الواحد اللي هي بكام؟ 45 يعني باي على 4. وبناء على الكلام اللي انا كتبته ده دلوقتي اقدر اقول يبقى عدد المركب زد اللي معايا لما احب اكتبه على صوره بولر مقداره زاويه، الصوره بتاعه السيركت هيتكتب كده جذر 2 بزاويه 45 باي على 4، او تكتبوها زاويه 45. بينما الصوره الماثيماتيكال اللي بنتعامل معاها هنا هي جذر 2 اي اس اي باي على 4. ماشي؟ يبقى انا كده قدرت اجيب المقدار وقدرت اجيب الزاويه. طب انا عايز بقى حد ياخد باله من دي ويقول لي ايه الفرق بين العدد ده والعدد ده؟ لو انا مشيت بنفس القاعده هتيجي تجيب الماجنتيود هتلاقي ان هو الجذر التربيعي لسالب واحد تربيع يعني بواحد، زائد سالب واحد تربيع يعني برضه بواحد، فيطلع معايا الماجنتيود بجذر 2. طب ولو انا حبيت اجيب الانجل بتاعتي او الزاويه بتاعتي هلاقي انها تان ماينس 1 التخيلي سالب واحد على الحقيقي اللي هو سالب واحد، يعني المحصله بتساوي واحد. وبناء على الكلام ده يبقى المفروض ان لو انا جبتها على الكالكوليتر بتاعي هتطلع معايا التان ماينس 1 سالب واحد على سالب واحد، هتطلع الزاويه ب 45. لما يكون في عندي عدد مركب الحقيقي هو الحقيقي والتخيلي هو التخيلي، او الماجنتيود هو الماجنتيود لو انا في البولر والزاويه هي الزاويه، يبقى ده معناه ان العدد هو نفس العدد. او مش ممكن اكون انا وانت نفس الاسم الا لما نكون احنا الاثنين حاجه واحده. فما ينفعش يكون الار والار زي بعض، الثيتا والثيتا زي بعض، الا لما يكونوا هما الاثنين نفس النمبر. طب هل العدد ده هو نفسه ده؟ يبقى معناه في حاجه غلط. ايه بقى الغلط؟ الزاوية. لان حضراتكم لو انتوا واخدين بالكم العدد المركب اللي موجود قدامي فوق ده موقعه في الربع الاول. طب هو حضرتك بتعرف الاربع دي ازاي؟ انت بتاخد الحقيقي وده يمثل بالنسبة لك اكس، وتاخد التخيلي اللي هو المعامل بتاع الاي يعني يمثل بالنسبة لك الواي، وتعتبر دي كأنها نقطة عبارة عن بير زوج مرتب، وتشوف النقطة دي موقعها ايه خلال الاربع تربع بتوعنا، ربع اول ولا تاني ولا تالت ولا رابع. طبعا انت لما تجيب النقطة اللي هنا هي واحد وواحد، يبقى ده موقعها فين؟ في الربع الاول. بينما لما احط سالب واحد وسالب واحد يبقى ده موجودة فين؟ في الربع التالت. همشي سالب واحد وهنزل سالب واحد.
يبقى المفروض ان العدد المركب الاولاني بيبقى مكانه كده، همشي واحد واطلع واحد اهو، فيبقى الماجنتيود بتاعه كده، ده جذر 2، وتبقى الزاويه بتاعته اللي هي بتعملها 45، ده اللي هو العدد زد بيساوي 1 زائد الاي، ده موقعه فين؟ في الربع الاول. بينما العدد المركب الثاني كده، حسب الكومبوننت بتاعته الاكس بتاعتي بالسالب والواي بالسالب، يبقى ده معناه ان انا همشي كده السالب واحد هنا وانزل سالب واحد تحت لحد بتاعتي لغايه النقطه اللي انا جبتها، ده كده بيمثل بالنسبه لي الماجنتيود او الار اللي هو برضه جذر 2. طب والزاويه اللي بيعملها هي دي الزاويه بقى، يعني الزاوية الفعلية مش 45، أمال الزاوية الفعلية كم بقى؟ 45 وعليها 180، مش كده؟ يبقى ده معنى إيه؟ إن على حسب وضع العدد المركب بتاعي بتختلف معايا الزاوية. طب أنا بقى أقدر أميزها إزاي دلوقتي؟ قال لك في قاعدة بسيطة كده إحنا بنعملها ما بيننا وما بين بعض. لما نيجي نعملها نعملها إزاي؟ وانت بتجيب الزوايا بتاعتك نمره واحد الاول بس كده بمجرد النظر حدد الربع اللي انت شغال عليه. طبعا لو انت شغال، نعمل بقى القاعده العامه، لو انت شغال مع الربع الاول يبقى ده معناه ان الحقيقي بالموجب والتخيلي بالموجب، لو انت شغال في الثاني يبقى ده معناه الحقيقي بالسالب والتخيلي بالموجب، لو انت شغال في الثالث يبقى الريال بارت بتاعك بالسالب والايماجينري بارت بالسالب، لو انت شغال في الربع الرابع يبقى اذا الريال بارت معاك بالموجب والتخيلي ايه؟ وبناء عليه حضرتك بتبدا تبص على عدد المركب اللي انت عايز تشتغل عليه، اعرف الحقيقي بتاعه بكام والتخيلي بكام كاشارات، ومنها انا بحدد الربع. طب وانت بتجيب بقى الزاويه، هتجيب الزاويه ازاي؟ هو دلوقتي انا لما جبت الزاويه دي وعرفت ان الزاويه الفعليه للعدد المركب زد بيساوي سالب واحد سالب الاي، الزاويه الفعليه طلعت كام؟ 235، مش كده؟ اللي هي عباره عن ايه؟ 180 زائد 45، مش كده؟ اللي هي 225. طب انا كده ايه علاقتها بالزاويه الاصليه اللي كانت هنا 45؟ زودت عليها ايه؟ فاحنا ممكن نعمل حاجه بسيطه قوي كده ما بيننا وما بين بعض، اللي هو نعمل ايه؟ انا حددت الربع من خلال الاشارات. طب وبعدين وانت بتجيب الزاويه اعتبر كان مفيش معاك اشارات، وهات الزاويه كانها في الربع الاول، اعتبر كان الزاويه في الربع الاول، يعني هشيل الاشاره اللي هنا واشيل الاشاره اللي هنا، يبقى الزاويه مبدئيا لو كانت في الربع الاول يبقى الزاويه مقدارها 45. وترجع تشوف بقى دلوقتي وضع الزاويه في انهي ربع، لو انت اشتغل في الربع الاول الزاويه اللي انت بتجيبها هتبقى هي نفسها، لو انت هتشتغل مع عدد مركب موجود في الربع الرابع هتاخد الثيتا اللي انت جبتها بس بالسالب، يعني انت لو مطلع الزاويه وهي موجوده في الربع الاول باي على 4، لو عرفت ان العدد المركب في الربع الاول يبقى خده باي على 4، خلاص؟ لو انت عرفت ان هو موجود في الربع الرابع خد الزاويه اسمها سالب باي على 4. طب ولو انا موجود في الربع الثاني او موجود في الربع الثالث، وانت موجود في الربع الثالث اللي احنا اثبتناها هنا، الزاويه اللي انت جبتها زود عليها باي، يبقى انت كده نقلتها للربع الثالث. طب ولو انت هتشتغل في الربع الثاني الزاويه اللي انت جبتها اطرحها من باي، خلص الموضوع. يبقى انت علشان تفادي موضوع الاشارات، لان انت دلوقتي لو عملت العدد ده سالب واحد سالب واحد وجيت عملت له التان ماينس 1 هيطلع على الاله الحاسبه زاويته هو زاويه ده. طب انا اتفادى الموضوع ازاي؟ انسى الاشاره وهات الزاويه كانها ربع اول. وبعدين نسب الزاويه اللي انت جايبها على حسب موقعها الفعلي للاربع. في الربع الاول خد الثيتا زي ما هي، في الربع الرابع خد الثيتا بس بالسالب، في الثاني والثالث، في الثاني اطرحها من 180 من باي يعني، في الثالث اجمع عليها 180. وعشان كده احنا لما جبنا الزاويه قلنا 180 اللي هي باي زائد 45. لو انت هتشتغل في الربع ده يبقى 180 ناقص 45، وبالتالي بجيب الزاويه 135 على حسب الوضع اللي انت هتشتغل عليه او الربع اللي انت شغال عليه. ماشي؟
يبقى انت بتشتغل بالاشارات بغض النظر عنها، وبعد كده نبدا ننسب الزاويه زي ما انا عايز. كده انا عرفت ازاي احول من الصوره الكارتيزيان لو معايا الى صوره بولر. طب نفترض معايا العكس، لو انا معايا عدد مركب جاي لي بالشكل ده، زي ما كان بيجي لكم عندك مثلا سورس بتاع الدايره وقال لك ان السورس ده عباره عن 220 بزاويه 120، ازاي تحوله الى صوره حقيقي وتخيلي؟ القاعده اللي عندنا، في عندنا حاجه اسمها قانون اويلر. اويلر ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان لو عندك اي اس اي ثيتا، دي بتتفك باستخدام قانون اويلر عباره عن كوزين ثيتا زائد اي ساين ثيتا. ده قانون اويلر بيقول لي ان اي اس اي، اي زاويه هي عباره عن كوزين نفس الزاويه اللي جنب الاي زائد اي ساين الزاويه. يعني لو معايا اي اس اي باي على 4، يبقى دي عباره عن كوزين 45 زائد اي ساين 45. لو معايا اي اس اي باي على 3 اللي هي عباره عن 60، يبقى كوزين 60 زائد اي ساين 60. يبقى كده حضرتك بتحول الصوره اللي مكتوبه بدلاله الاي اللي هي على صوره بولر الى صوره ايه؟ كارتيزيان حقيقي وتخيلي. بس هل اي اس اي سيتا هي تمثل العدد المركب بتاعي وهي موجوده في الصوره البولر؟ لا، ده ناقصها ايه؟ سهله، هو ده القانون العام بتاع اويلر. طب لو انا حبيت بدل ما افك الاي، لا افك ار في الاي. طب ما الار ده عباره عن رقم، يبقى هيتوزع ار وهنا ار. بمقارنه الجزء ده مع الحقيقي الاصلي اللي معايا، ومقارنه الجزء ده مع التخيلي الاصلي اللي معايا، اقدر افهم من الحوار اللي قدامي ده ان الاكس بتاعتنا بتساوي كام والواي بتاعتنا بتساوي كام. ها؟ الاكس بتساوي، تمام، اقدر اقول دلوقتي ان الاكس بتساوي ار كوزين ثيتا. ده كده يعتبر الجزء الحقيقي لاي عدد مركب بمعلوميه البولر بتاعه، عارف الماجنتيود والزاويه، يبقى اكس يبقى الماجنتيود كوزين الزاويه، جبت الاكس. بينما الواي بتساوي ار ساين ثيتا. يبقى انا كده جبت الجزء ايه؟ التخيلي اللي معايا. يبقى خلاصه الكلام اللي اتقال، لو انت معاك اكس وواي تجيب الار والثيتا ازاي؟ الجذر التربيعي مربع حقيقي زي التخيلي، جبنا الار تان ماينس 1 واي على اكس مع مراعاه الربع زي ما قلنا هنا حالا، جبنا الزاويه بتاعتها. طب العكس، لو معاك الار والثيتا وعايز تجيب اكس وواي حقيقي وتخيلي، الحقيقي ار كوزين بينما التخيلي ايه؟ ار في الساين. ماشي؟ ده كده ازاي نقدر نحول من الطريقتين او من الحالتين بتاعه الريبريزنتيشن اوف او طريقه التمثيل بتاعه الايه؟ الكومبلكس نمبر. طيب في معلومه كمان برضو حضراتكم اخذتوها قبل كده هنراجع عليه، في عندنا حاجه اسمها الكونجوجيت كومبلكس نمبر. اللي هو يعتبر العدد المرافق للعدد المركب بتاعنا، وده بياخد رمز اسمه زد بار. اذا كان العدد المركب او الكومبلكس نمبر بتاعك اسمه زد، يبقى الكونجوجيت بتاعه او المرافق بتاعه اسمه ايه؟ زد بار. طب انا دلوقتي لو معايا الزد اجيب منه زد بار ازاي؟ بيقول لي لسعادتك الاتي، لو انت عندك الزد مكتوب على صوره كارتيزيان عبارة عن x زائد i y، يبقى ده معناه ان الكونجوجيت بتاعه هو عبارة عن x ناقص i y، اللي هو حضرتك دلوقتي عملت ايه؟ غيرت الاشارة بتاعة الجزء التخيلي، سبت الحقيقي زي ما هو باشارته، الموجب موجب والسالب سالب، بينما انت جيت على التخيلي، التخيلي لو موجب هيبقى ولو سالب هيبقى موجب. بينما لو سعادتك كان عندك الزد او العدد المركب ده مكتوب على الصوره البولر ار اي اس اي ثيتا، يبقى ده معناه انك انت لما تحب تجيب الكونجوجيت زد بار بيتكتب على الصوره ار اي اس ناقص
اي ثيتا. برضو التغيير عندي من حقيقي من جزء كومبلكس عادي الى الكونجكت عباره عن ايه؟ اهو الاشاره السالب. مكان ما الاي موجوده الاشاره السالب بتلاحقها. عندك الاشاره بتاعه الاي عباره عن حقيقي وتخيلي اتغيرت هنا، الاي طلعت معاك في الاس بتاع الاي برضو اتغيرت وادتني الاشاره بتاعتي ايه؟ بالسالب. ماشي؟ ده كده يعتبر الكونجكت كومبلكس نمبر اللي موجود عندنا. طب ايه العلاقة اللي بتربط ما بين اي عدد مركب والكونجوجيت بتاعه؟ تعالوا نشوف. لو انا مسكت الزد وجمعت عليها الزد بار، الزد دي جمعت عليها الزد بار، يبقى موجب اي واي راحت مع الاي واي فيديني المجموع بكام؟ يبقى نفهم من كده ان اكس بيساوي زد زائد زد بار على 2. وده معناه بالعربي ان الجزء الحقيقي لاي عدد مركب بيساوي العدد نفسه زائد الكونجوجيت بتاعه مقسوم على 2. طب جميل. لو انا مسكت العددين بتوعنا وبدل ما اجمعهم طرحتهم زد ناقص زد بار، هاخد ده ناقص ده يديني 2 اي واي، اللي منها اقدر استنتج ان الواي نفسها اللي هو يعتبر الايماجينري بارت لاي عدد مركب هو عباره عن زد ناقص زد بار على 2 الاي. يبقى مجموع العددين العدد والمرافق بتاعه بيدي لك ضعف الحقيقي، بينما فرق العددين بتوعنا بيديني ضعف التخيلي مضروب في الاي كمان 2 اي واي مش 2 ار 2 ار 2 واي. طب الاحتمال الثالث والاخير، لو انا مسكت الزد والزد بار ضربتهم في بعض، مره جمعت ومره طرحت ومره هضرب العدد في المرافق بتاعه اكس زائد اي واي في اكس ناقص اي واي، انت لو ضربتهم ضرب عادي ممكن تشوف انهم عباره عن فرق مربعين اكس ناقص واحد في اكس زائد واحد، صح؟ وتبدا تفكها عادي مع ملاحظه ان الاي تربيع بيساوي سالب واحد. لو انت فكيت ده في ده وجمعت الناتج هيطلع ان الزد زد بار عباره عن اكس تربيع زائد واي تربيع. طب اكس تربيع زائد واي تربيع علاقته ايه بكل الكلام اللي قلناه قبل كده؟ صح كده، مربع الماجنيتيود بتاعي هو بيساوي ار تربيع او بيساوي مربع الماجنيتيود بتاع اي عدد مركب. يبقى خلاصه الكلام، العلاقات اللي موجوده عندي ما بين العدد المركب والكونجت بتاعه مهمه جدا، مجموعهم بيديك ضعف الحقيقي بتاع اي بتاع العدد نفسه، فرقهم بيدي لك ضعف التخيلي مضروب في الاي مش التخيلي لوحده، حاصل ضربهم بيدي لك مربع الماجنتيود يعني ار تربيع او مقدار ماجنتيود الزد تربيع. ماشي؟ دي كده شويه العلاقات البسيطه خالص اللي بتربط العدد المركب في الصورتين بتوعه سواء كانت على الصوره البولر او الصوره الكارتيزيان، واللي بتربط العدد المركب كمان بالكونجوجيت نمبر او الكونجوجيت بتاعه. اللي هو ايه؟ يديلك كومبلكس نمبر، بس ممكن يكون بقى مش كومبلكس نمبر بشكل مباشر، ممكن يكون مكون من رقمين مع بعض سواء كانوا مجموعين او مطروحين او مضروبين او مقسومين، ويقول لك حاول تبسط الكومبلكس نمبر
وقام في الكونجوجيت بس بتعمل الغلطه الرئيسيه اللي معايا. انا لما بضرب فوق وتحت في الكونجوجيت بتاع المقام بس، مش الكونجوجيت بتاع المقام والكونجوجيت بتاع البسط. لا، مين المقام اللي معايا؟ 1 زائد 2 الار. طب المرافق بتاعه بكام؟ 1 ناقص 2 الار. اذا بالضرب في 1 ناقص 2 اي فوق على 1 ناقص 2 اي تحت. يبقى ده معناه دلوقتي ان صوره الكومبلكس نمبر اللي موجود معايا عباره عن 2 زائد الاي على 1 زائد 2 الاي للعدد نفسه. هنضرب العدد ده من عندنا في المرافق بتاع المقام اللي هو 1 ناقص 2 الاي على 1 ناقص 2 الاي. ونبدا نعمل عمليه التبسيط اللي احنا عايزين نشتغل عليها، اللي هي نبدا دايما بالتعامل مع ابسط حاجه اللي هي المقام. لما يكون معاك عدد ويتضرب في الكونجكت بتاعه حسب القواعد اللي احنا لسه قايلينها، العدد في المرافق بتاعه يديني على طول من غير ما افك واجمع يديني ايه؟ مربع الحقيقي زائد. طب انا الحقيقي معايا 1 مربعه 1، مربع التخيلي 4، 1 و4 5. صعبة؟ يبقى مربع طالما انت معاك العدد والمرافق بتاعه يبقى مربع حقيقي زائد مربع التخيلي، ده نتيجة الضرب بشكل مباشر. بينما العدد ده والعدد ده هل دول يعتبروا كونجكت لبعض؟ لا. يبقى ساعتها انت بتفكهم ضرب عادي جدا وبعدين نلم الحقيقي على بعضه والتخيلي على بعضه. يعني انا متخيل ان المسألة هترسى على كده، جزء حقيقي زائد اي وده يعتبر الجزء التخيلي. تعالوا كده على جنب، ابسط حاجه انا بتعامل معاك واحده واحده خالص اهو. لو عايز اضرب ده بده يبقى زي الكلام القديم خالص، الاول في الكل والثاني في الكل مع مراعاه ان الاي تربيع بتساوي حلو. لو بضرب الاول في كل ده يبقى 2 ناقص 4 اي، لو بضرب الثاني في الكل يبقى اي في 1 يبقى زائد اي، واي في سالب 2 اي يبقى ناقص 2 اي تربيع، والاي تربيع بسالب يعني معانا كده زائد كام؟ زائد 2. اللي قدامي ده دلوقتي الحقيقي بتاعه بكام بعد التبسيط؟ 2 زائد 2 4. التخيلي بتاعه بكام بعد لما بصله على بعض واسحب منه الاي؟ عندي ناقص 4 اي زائد الاي يعني سالب 3 اي. لو الاي بره يبقى هنا بكام؟ بسالب 3. وزع بقى البسط بتاعك على المقام، يبقى ده معناه دلوقتي ان الزد بصورتها النهائيه هي عباره عن 4 على 5 ناقص اي 3 على 5. دي كده عمليه السمبليفيكيشن، عمليه التبسيط للعدد المركب زد بعد لما ضربت البسط والمقام في الكونجكت بتاعه ووصلته الى صوره كارتيزيان حقيقي وتخيلي. طلع بقى من الصورة اللي موجودة معاك دي بقى كل حاجة زي ما أنت عايز. أنا عايز أجيب الريال بارت، الريال بارت اللي هو مين؟ الإكس، يبقى ده معناه الريال بارت اللي معايا بيساوي 4 على 5، أدي أول مطلوب. عايز أجيب الإيماجينري بارت اللي موجود معايا، الإيماجينري بارت بيساوي سالب 3 على 5. عايز أجيب الماجنتيود بتاع العدد زد، يبقى الجذر التربيعي 4 على 5 لكل تربيع زائد 3 على 5 لكل تربيع، طبعًا الإشارة أكتبها ما أكتبهاش كده هتروح. يبقى 4 على 5 لكل تربيع 16 على 25 زائد 9 على 25 تحت الجذر، كده جبنا الماجنتيود. طب عايز اجيب الزاويه خطوتين او ثلاثه. واحد حدد الاول الربع اللي هيوقع فيه العدد المركب الجديد. ده موجود فين؟ الحقيقي الموجب والاشاره معاك هنا السالب التخيلي، يبقى ده معناه موجود فيه الربع الرابع. تمام؟ لما تحب تجيب الزاوية هتجيبها ازاي؟ على مرحلتين. اعتبر الإشارة دي مش موجودة وهاته كأنه في الربع الرابع. آسف الربع الأول. وبعد لما أجيبه في الربع الأول أرجع أفتكر لا والله ده الزاوية المفروض تكون فين؟ وابدأ نسيبها زي ما قلنا. لو أنت هتسيبها زي ما هي في الربع الأول تاخدها زي ما هي. في الربع الرابع زي ما هي بالسالب. تاني وتالت مرة اطرح من باي أو اجمع عليها باي. بما ان الزاويه اللي معايا هنا واقعه في الربع الرابع يبقى انا هجيبها كانها ربع اول وبعدين اديها اشاره
طب الزاويه اللي معايا هتبقى 10 ماينس 1 3 على 5 مقسومه على 4 على 5 يعني 10 ماينس 1 3 ارباع. على الآلة الحاسبة 10 ماينس 1 3 ارباع بكام؟ ادي الزاوية. وبما ان الزاوية الربع الرابع يبقى الزاوية الفعلية بتساوي تمام، يبقى الثيتا بتاعتي هي ناقص 10 ماينس 1 ناقص دي علشان الربع الرابع. عشان الربع الرابع 10 ماينس 1 3 على ايه؟ على 4. بينما لو الزاوية اللي موجودة معاك دي هيبقى مكانها في الربع الأول هتبقى موجب 10 ماينس 1 3 على 4. لو مكانها في الربع الثاني يبقى باي ناقص 10 ماينس 1 3 على 4. لو أنت في الربع الثالث يبقى باي زائد 10 ماينس 1 3 على 4. ماشي؟ دي أبسط أنواع التعامل مع الأعداد المركبة، إن مجرد أدي لك عدد وأطلب منك إنك أنت تزيد كل الكاركترستكس بتاعته من حقيقي تخيلي مقدار و اسأل. ماشي؟ طبعا كل المدى لعب عيال. اكيد مش هاجي في الامتحان وادي لك عدد مركب زي ده ايا كان صورته واطلب منك انك انت تبسط. انت راجل دلوقتي مفترق في الطريق وصلت لغايه خمس ترم يعني بقى عندك حرفين ونص دلوقتي من المهندس يعني قربت. خدت حرفين وجايلك التاني، فما ينفعش ان انا اضيع لك وقتك ونقعد نعمل الكلام ده ونقعد نبسط ونعمل الكلام ده، امال انا ايه؟ اول بدايه احنا هنتعامل فيها شغل موضوع الكومبلكس اناليسيس ده ازاي تتعامل على ما يطلق عليه ايكويشنز ان كومبلكس. ازاي نتعامل مع المعادلات في الاعداد المركبه؟ دي اول فكره احنا ممكن نتعامل معاها في الجزء ده. يعني ايه؟ يعني الايكويشنز دي بمنتهى البساطه الفكره كالاتي، ان انا هدي لك بدل كومبلكس نمبر هدي لك ما يطلق عليه كومبلكس فانكشن. كومبلكس فانكشن الكومبلكس نمبر ده هو مجرد شويه ارقام وخلاص، رقم مجموعين مطروحين مضروبين اكتر من رقم في علاقه رياضيه ما بينهم. لكن كومبلكس فانكشن معناها انك انت بدل ما بتتعامل مع ارقام هتعامل مع رموز. يعني بدل ما اكون بتعامل مع الزد اتعامل مع زد تربيع، هتعامل مع زد زائد زد بار على 2 زد تربيع، هتعامل مع دوال. وهيبقى المطلوب من حضرتك ان المعادله اللي قدامك دي انا عايز احلها مش فاهم. يعني مثلا اجي اقول لك كده سول زد تربيع يساوي 3 وعايز احل المعادله اللي قدامي دي 4 اكس باور. انا عايز احل المعادله اللي موجوده قدامي دي عشان اعرف الاكس بكام والزد بكام. طبعا دي مساله بسيطه جدا، حضرتك هتيجي تقول لي لا والله ده يبقى الزد عباره عن موجب او سالب جذر 3 والزد دي عباره عن حقيقه وتخيل وفك الكلام. كلام جميل جدا. بس احنا عايزين نمشي على قاعده هنتعامل بيها لما الدوال بتاعتنا او المعادلات بتاعتنا تبقى اسرع من كده شويه. هنعملها ازاي؟ الموضوع سهل قوي. انا دلوقتي بتعامل مع معادله وهو مكتوب دلاله الزد، بينما هو عايز يجيب الحل بتاعها على صوره الاكس بكام والواي بكام. يبقى اول حاجه سعادتك مطلوبه منك مطلوب انك انت تظهر المعادله بتاعتك او تعمل ري رايت المعادله بتاعتك على صوره اكس وواي باستخدام العلاقات اللي احنا كنا قايلينها قبل كده. كل ما تقابل زد في المعادله اللي موجوده معاك هتحط مكانها اكس زائد اي واي، ولو انت قابلت في المعادله بتاعتك زد بار هتحط مكانها اكس ناقص اي واي وهكذا. ونقعد نبسط في المساله بتاعتنا لغايه لما نوصلها هو الحقيقي بكام والتخيلي بكام. وانا قلت قاعده في بدايه الشغل بتاعي، امتى يبقى اقول ان العدد اللي قدامي ده
بيساوي العدد ده، ان لو الحقيقي بيساوي الحقيقي والتخيلي بيساوي التخيلي يبقى العدد هو نفسه. يعني ايه برضو؟ هنا انت قلت لي ده مجرد زدت تربيع بيساوي، رحت انت جاي واخد الجذر وجبت لي حل. طب افرض انا رحت مصعبها عليك، زد بار زائد زد تربيع بيساوي 3، كده ما اقدرش بقى اخد الجذر واقدر اعمل حاجه. يبقى انا مضطر ساعتها اعمل ايه؟ اول حاجه حضرتك هتعيد كتابه الايكويشن بتاعتك علشان تظهر الفاريانس اللي انت عايز تحلها. بالنسبه للزد بار بتساوي ايه في الكارتيزيان؟ ها؟ اكس ناقص اي واي. طب بالنسبه للزد هي اكس زائد اي واي، بس انا عايزها تربيع، بتساوي 3. نبدا نبسط الايكويشن اللي موجوده معايا دي شويه. يبقى اكس ناقص اي واي لما افك اللي قدامي دي هتبقى عباره عن المربع الاول اكس تربيع، والمربع الثاني اي تربيع واي تربيع، يعني ناقص واي تربيع، لان الاي تربيع بتساوي كام؟ سالب 1. الاول في الثاني في 2، ده في ده في 2، يبقى زائد اي 2 اكس واي بيساوي 3. نبدا بقى دلوقتي سمبليفيكيشن لغايه ما تشيل الحاجات اللي انت مش عايزها، الزد والزد بار، وتكتبها كلها اكس وار. طب انا عايز اشتغل عليها، لابد انك انت توصلها وتبسطها الى الحقيقي النهائي والتخيلي النهائي. نلم الحقيقه على بعضه، يعني اكس اكس زائد اكس تربيع ناقص واي تربيع. التخيلي اللي باقي لي اسحب منه الاي وسيب الباقي جوه. لما اسحب الاي يتبقى، لما اسحب الاي يتبقى 2 اكس واي. كده حقيقي تخيلي بيساوي رقم. القاعده الرئيسيه اللي بتخلي الطرف اليمين بيساوي الطرف الشمال كالاتي. هي دي جايه منين؟ فاكرين البارشال فراكشن الله يمسيه بالخير بتاع اعدادي؟ لما حضراتكم كنت بتيجي تعمل الكاستر بيساوي الكاستر بيساوي الكاستر بيساوي كذا، وتضرب الطرفين في المقام بتاع المساله، فكان بيطلع لك معدل بيها كده. فاكر حضرتك كنت بتجيب الـ A والـ B والـ C والـ D والكلام ده ازاي؟ كنت بساوي معاملات مين بقى؟ كنت بجيب معامل X تبعيد في الشمال يساوي التبعيد اللي في الشمال، معامل التربيع بيساوي معامل التربيع، الـ X بيساوي معامل الـ X وهكذا. نفس الوقت علشان المعادلة بتاعتك تتزن، يبقى كل الأجزاء اللي موجودة في الشمال يجي زيها في اليمين. طب الشمال عبارة عن إيه؟ حقيقي تخيلي. يبقى ده معناه ان لازم الجزء الحقيقي في الطرفين بيساوي بعض، ولازم الجزء التخيلي في الطرفين بيساوي بعض. طب الحقيقي اللي معايا بكام؟ اكس زائد اكس تربيع ناقص واي تربيع، ده الحقيقي في الشمال يساوي. يبقى دي اول معادله، معادله في مجهولين. يبقى اكيد انا محتاج اللي هي هتيجي بتاعت الايماجن. التخيلي اللي معايا هو ناقص واي زائد 2 اكس واي يساوي 0، لان ما عنديش تغير الناحيه الثانيه، وادي المعادله رقم 1. خلاص؟ هتمسك بقى المعادله 1 والمعادله 2 وحل المعادلتين في سبونتينيوس مع بعض، وحلهم اليا مع بعض، اقدر اعرف الواي بكام واقدر اعرف الاكس بكام. طبعا انا مش هكمل الحل بتاعها دي، هتكملها انت، بس انت بمجرد النظر كده لو اخدت الواي مشترك يبقى واي في 1 ناقص 2 اكس بيساوي 0. يبقى عندك احتمالين اثنين، يا اما الواي بصفر يا اما، وتمشي ورا كل احتمال. لو الواي بصفر اطلع عوض فوق واستنتج القيم بتاعت الاكس، ولو الاكس معاك بتساوي نص اطلع عوض فوق وهات انت منها قيمه، ويبقى هو ده بيمثل بالنسبه لك مجموعه الحل بتاعت المعادله بتاعتك. اللي انا قلته
ده هو اللي هنمشي عليه طول الكورس، ايا كان بقى شكل الايكويشن اللي موجوده معاك وايا كانت درجه صعوبتها. اتخلص من الرموز اللي معاك عشان تظهر اكس وواي باستخدام اي قاعده رياضيه. حطها على صوره حقيقه وتخيلي، اوزن المعادله ريال بارت بيساوي ريال بارت، ايماجنري بارت بيساوي ايماجنري بارت، طلع معايا كام معادله؟ معادلتين، احلهم مع بعض اعرف الاكس وواي. مش يطلع معاك الواي تخيلي، لان الواي بالفعل هي رقم جنب الار، فانت هيطلع معاك دي رقم ودي رقم. يعني حقيقي بس، وده معناه بقى ماتيماتيكال
ايه؟ ان القوس التخيلي، يبقى انت هتاخد البتاعه دي وتساويها ومنها تطلع اللي انت عايزه. كانك بتعمل معادله، يعني كان ده زائد ده بيساوي حقيقي بيساوي حقيقي، تخيلي بتساوي تخيلي وتطلع النتيجه اللي معاك. بيساوي الجزء الحقيقي بيساوي الحقيقي، التخيلي بيساوي التخيلي، ومن المعلومات ان التخيلي بصفر الحاجات اللي معلومه انت عارفها وتطلع انت منها الجزء اللي كان ناقصه في المساله. فهمت قصدي ايه؟ ده كده يعتبر احد الابلكيشنز اللي موجود عندك. او يقول لك انا عايز اجيب قيمه من ال بحيث تخلي او احول اللي قدامي ده من كباستيف الى انضف، بحيث انك انت تغير الاشاره بتاعته موجوده في الرساله. دي احد الابلكيشنز اللي موجوده عندنا. ماشي؟ ده معنى المعادلات. بدل ما احط لك الزد دي وخلاص وانت مش عارف الزد دي عباره عن ايه، اطلب منك ان اللي قدامك ده تقدر تحله بحيث انك انت توصله الى وضعيه من الاوضاع بتاعه اللي اسمه. نرجع احنا بقى لشغلنا تاني. كمثال اللي قدامك ده بقول لك ايه؟ سولف فور اكس واي. انا عايز احل المعادله دي اي اس زد بار بيساوي سالب 3. عايز اعرف الاكس بكام وعايز اعرف الواي بكام. طبعا اول حاجه هتيجي على بال حضرتك انك انت هتعمل ايه؟ هتاخد لين للطرفين مش كده؟ هتيجي تقول لي ده يبقى اذا الزد بار تساوي، طب ولين سالب 3 بكام؟ لا، لين سالب 3 غير معرفه لو انت شغال ريل اناليسيس بتشتغل على اعداد حقيقيه، لكن وانت شغال مع الكومبلكس كل حاجه موجوده. اللين سالب 1 موجود بس بكام؟ انت اللي مش عارف، لكن اقدر اظهرها وهتظهر على صوره حقيقي وتخيل. لكن فكره الحل انت مش هتقدر تتعامل معاه كده. امال هتتعامل معاه ازاي؟ كده انك انت تظهر الاكس والواي اللي انت عايز تشتغل عليه. اعمل سمبليفايد الايكويشن اللي معاك او الكومبلكس فانكشن اللي معاك بحيث تخليها في ابسط صوره ممكنه قوس للحقيقي وقوس للتخيلي، وابدا طبق الشرط بتاع توازن المعادله، حقيقي بيساوي حقيقي، تخيلي بيساوي تخيلي، وخلصت معاك المساله بالواقعيه. طبق معايا؟ يلا. اول خطوه زي ما قلنا هنتخلص من الزد بار. يبقى ده معناه ان الايكويشن بتاعتنا هتبقى كده اي اس اكس ناقص اي واي، ما هي دي زد بار، بتساوي سالب 3. دي الصوره الجديده للايكويشن بتاعتنا، بس بدل الزد او زد بار او زد تربيع اتكتبت على صوره الاكس والبار. ما استفدتش حاجه. تبدا الخطوه رقم 2، نبسط المعادلة بأي قاعدة رياضية لتحويلها لحقيقي وتخيلي. شوف أي قاعدة رياضية حضرتك كنت درستها قبل كده بحيث يبقى النتيجة اللي معاك تقدر تظهرها حقيقي زائد أي الجزء الثاني التخيلي. ايه القواعد المتاحة عندي هنا؟ اللي قدامي ده ممكن يتعامل معاه او تقدر تبص له على صورة اكسبوننشال فانكشن. ده اللي قصدي. سؤال في منتهى الأهمية. واللي قدامي ده ينطبق عليه قاعدة أويلر؟ لا. أويلر عايز إي والأس بتاع الإي بيور إيماجينري. تخيلي كامل. أي كذا مش زائد ولا ناقص. طب ما انا ممكن استفيد من فكره ان دي تعتبر داله اسيه والاس اللي موجود معايا في جمع او طرح اقدر اجزئه، وبناء عليه اقدر اقول ان المعادله دي هي اي اس اكس في اي اس ناقص اي بار يساوي سالب 3. بالنسبه للاي اس اكس ما فيش فيه اطلاقا الاي، وبالتالي قاعده اويلر ما اقدرش اطبقها. بينما اي اس ناقص اي واي هي اللي على صوره اي اس اي تيتا، بس بدل التيتا بتساوي هنا ايه؟ سالب واي. نبدا نطبق القانون. يبقى هنقول كده يوزنج اويلر باستخدام قاعده اويلر، يبقى انا الاي اس اكس انا ماليش دعوه
عليها. دي لو اتفكت هتبقى كوساين ثيتا، والثيتا اللي هي هنا سالب واي، وكوساين الزاويه السالبه الكوساين بتمنع السالب، زائد اي ساين الزاويه اللي هي، وبالنسبه للساين وضع السالب بتاعها بيروح فين؟ صح كده؟ يبقى دي بقت موجب بينما الاشاره خرجت بره. يساوي ناقص ثلاثة. صعبة؟ يبقى انا دلوقتي عملت ايه؟ استخدمت الفكره بتاع الدوالي الاسيه اللي موجوده معايا، جذبتها الى جزئين اثنين، الحقيقي لوحده والتخيلي لوحده، بهدف وجود الجزء التخيلي مع الاي اقدر اطبق عليه قاعده اويلر، ومنها اقدر اكمل المساله بتاعتي. نكمل بقى السمبليفيكيشن، اوزع الاي اللي موجوده معايا، هيطلع معايا النتيجه هي اي اس اكس في كوزاين واي ناقص اي في، او خليها حتى زائد داخل الاشاره ناقص اي اس اكس ساين واي يساوي كام؟ سالب 3. ادي كده ابسط صوره ممكنه قدرت ان انا اتعامل معاها. هتلاحظوا ان في المساله اللي فاتت دي انا اتخلصت من الاس اللي معايا باستخدام القواعد بتاع المربع الجاوي، فقدرت اكتبها على صوره حقيقي وتخيلي جنب بعض. بينما هنا استخدمت قاعده رياضيه ثانيه اللي هي عباره عن فكره الدوالي الاسيه مرتبطه بقاعده اويلر. المهم في الاخر ايا كانت القاعده اللي معايا اوصل الى صوره حقيقي وتخيلي. نعمل بقى البالانس بتاع المعادله، عايز المعادله دي تتوزن علشان يبقى الطرف الشمال يساوي الطرف اليمين، يبقى ده معناها هيحصل ازاي؟ معناها هيحصل ازاي؟ ها؟ حقيقي بيساوي حقيقي، دي تعتبر الخطوه الثالثه. يساوي الحقيقي والتخيلي في الطرفين. ده وده حقيقي بيساوي حقيقي، تخيلي بيساوي تخيلي. يبقى الريل بارت اللي معايا في الشمال هو اي اس اكس كوزاين واي يساوي الريل بارت اللي في اليمين سالب 3. وادي المعادله رقم 1. الايماجينري بارت اللي معايا اللي هو سالب اي اس اكس ساين واي يساوي الايماجينري بارت الناحيه الثانيه، مفيش ايماجينري بارت يعني صفر. استاذ تروح تقل معايا المعادله. بقت المعادلتين اللي معايا، معايا تو سيمتينيس ايكويشن، معايا معادلتين اليتين بدلاله الاكس والواي، اي كوساين يساوي 3، اي في ساين يساوي صفر. المطلوب من حضرتك ودي الخطوه رقم 4 والاخيره، حل المعادلتين دول بأي طريقة علشان تعرف مجموعة قيم الإكس ومجموعة قيم الواي. تفتكروا ممكن نحلها إزاي؟ طب ونقسم ليه؟ أنا أسيبها زي ما هي كده وأقول كده في الخطوة الأولى. المعادلتين اللي يخليني أقسم، طب ما أنا ممكن أشتغل مع المعادلة 2 بشكل مباشر. طب اشمعنى المعادلة 2؟ لأن دي هي المعادلة الصفرية، والمعادلة الصفرية هي أبسط أنواع المعادلات في الحل. بينما اللي فوق بتساوي ناقص 3 ما أقدرش أعرف هي إيه بكم من السالة 3 دول، ولا أقدر أعرف هي الكوزين بكم من كل دول. يبقى ده معناه إن أنا مش هقدر أشتغل غير على المعادلة الثانية. بما إن الإي في الساين بيساوي صفر، يبقى سعادتك قدامك احتمالين اثنين. يا إما الأول اللي هو إي اس اكس يساوي صفر، او الثاني اللي هو ساين واي يساوي صفر، وتمشي ورا كل احتمال من دول. لو الاحتمالين شغالين معاك وبيحققوا النتائج بتاعتك تمام، لو واحد منهم صح والثاني مرفوض بنرفض اللي ما ينفعش معانا. طب نيجي بالنسبه لدي، اي اس اكس بيساوي صفر، لو حبيت تجيب الاكس فالمفروض ان الاكس يساوي لين صفر. طب ولين صفر بكام؟ يبقى ده معناه ان القيمه هنا غير معرفه، وبالتالي الحل ده ما ينفعش. هيدي لك قيمه للاكس بناقص ما لا نهايه، وهي قيمه غير معرفه، ما تنفعنيش، انا عايز ارقام اقدر امسكها في ايديا. بينما الوضع الثاني هو ساين واي بيساوي صفر.
امتى الساين بتساوي صفر؟ لما الزاويه بكام؟ صفر باي. بس صفر باي. صفر باي. باي. اتنين باي. ثلاثة باي. ان باي. ان باي. طب واخبار السالب ايه؟ يعني ساين سالب باي وساين ناقص 2 باي وساين سالب 3 باي. يبقى ده معناه ان الساين بتساوي صفر امتى؟ لما الزاويه بتاعت حضرتك اللي هي الباي بموجب او سالب ان باي، حيث ان بصفر وواحد واثنين وثلاثه لغايه ما لا نهايه، اللي هي مجموعه القيم يا اما الباي بصفر موجب باي وسالب باي، 2 باي وسالب 2 باي، 3 باي وسالب 3 باي، 4 باي وسالب 4 باي لغاية ما لا نهاية. معنى كده إن هيطلع معاك كام حل للمسألة؟ عدد لا نهائي من الحلول. بس حتى الآن أنا ما جبتش إلا الواي بس. لسه أنا عايز أجيب الإكس. أنا كده ما عرفتش غير الفاليو بتاعت الواي. عايز اجيب قيمة الاكس. فهاخد الكلام بتاع الواي ده ونطلع نعوض في المعادلة اللي انا ما اشتغلتش عليها، انا كان كل شغلي مع مين؟ مع الاثنين، يبقى بالتعويض في المعادلة رقم واحد. معادلة رقم واحد بتقول اي باور اكس في كوزاين واي، حيث الواي اللي معايا بكام؟ موجب او سالب؟ ها؟ يساوي كام في الآخر؟ سالب 3. أولاً بالنسبة لدالة الكوزاين الزاوية لو موجبة الزاوية لو سالبة ما بتفرقش معاك. ما بتطلعش إشارة بره. الزاوية بالموجب الزاوية بالسالب كوزاين إكس هي هي كوزاين ناقص إكس. مش بس كده هي كوزاين إن بار. حد فاكر كانت بكام؟ كوزاين ان باي زي ما خدناه في الفوريير سيريز في الترم اللي فات، كوزاين ان باي بسالب 1 اس ان، بينما ساين ان باي بتساوي صفر. ده احنا عملنا شويه. يبقى انا عندي هنا كوزاين ان باي دي زي ما خدناها في الترم اللي فات بتساوي سالب 1 اس ان، يعني رقم. يبقى ده معناه ان الاي اس اكس اللي معايا تساوي ناقص 3 اللي هي دي على كوزاين ان باي اللي هي سالب 1 حد مش فاهم الحته دي؟ انا دلوقتي لو الان معايا دي بواحد يبقى انا معايا كوزاين باي بسالب 1، لو معايا الان باثنين يبقى كوزاين ان باي بموجب 1، 3 باي بسالب، 4 باي بموجب، 5 باي بسالب، 6 باي بموجب بتغير يبقى النتيجه اسمها سالب 1 اس ان. كده خد بالك ان سالب 1 اس ان في الاخر هو رقم، بس انا مش عارف مره بالموجب مره بالسالب. اي اس اكس بيساوي الكلام ده. فالمفروض لو انا حابب اجيب قيمه الاكس، المفروض ان الاكس تساوي ها؟ لم الطرف الثاني سالب 3 على سالب 1 اس ان. ده المفروض، ده لو انا اشتغلت عليها من غير ما افكر، فالمفروض ان الاكس هتساوي هاخد اللين للطرفين وهتساوي لين للطرف اليمين. بس خد بالك من حاجه، القيم اللي حضرتك بتطلعها للاكس والواي نفسها لازم تكون اعداد حقيقيه، لان لو طلعت منهم الاكس تخيليه يبقى ده معناه ان لو انت بتكتب في البدايه اكس هنا ما بقتش حقيقيه، يبقى انت كنت بتكتبه في الاول غلط. ولو الواي طلعت بالتخيلي واتضربت في الاي اللي هنا اتحولت لحقيقي، فكل اللي انت عملته كان غلط. يبقى ده معناه ان دائما وابدا وحضرتك بتحل المعادله لازم الاكس نفسها ايا كانت قيمتها والواي نفسها ايا كانت قيمتها المشترك ما بينهم انها ارقام حقيقيه. هنا الواي ارقام حقيقيه، صفر وباي وسالب باي، 2 باي و3 باي، 4 باي و5 باي بموجب بالسالب. طب بالنسبة للإكس علشان تنفع تبقى أرقام حقيقية لازم شرط مهم جدا ها؟ إن اللي جوه اللن قيمة موجبة. علشان يبقى اللن معرف لازم يكون ما داخل اللن قيمة موجبة. وعلشان يبقى اللي جوه اللن قيمة موجبة
بالك؟ يبقى لازم البسط والمقام يكونوا متفقين في الاشاره. موجب وموجب يبقى الاشاره موجبه، او سالب وسالب يبقى في الاخر نتيجه موجبه. طب انا بالنسبه للبسط انا مش هقدر اتصرف فيه، كده كده البسط ايه؟ السالب. يبقى اللعب كله علشان الداله تكون معرفه لازم يبقى المقام سالب. طب وسالب واحد اس ام تدينا قيمه سالبه امتى؟ صح كده؟ مش هيحصل الا لما تكون الان بتاعتها قيمه غالبه. فاحنا نقدر نحل المساله كده ونقول ان انا قدامي حلين اتنين، يا اما الان زوجيه يا اما الان فرديه. لو الان بتاعتها كانت زوجيه يبقى سالب واحد اس رقم زوجي بموجب، يعني الاكس بتساوي الان ناقص 3، وده غلط ما ينفعش. بينما لو الان بتاعتك فرديه سالب واحد اس فردي بقت بسالب واحد مع السالب اللي هنا بقت موجب، يبقى ده معناها ان الاكس بتساوي لين كام؟ 3. ادمج بقى الحلين مع بعض. الحل اللي في الاول كان بيقول لك ان واي هي ان واي بس ان واخده كل الاعداد. فإنما الحل ده بيقول إن الإكس بين 3 بشرط إن لازم تكون الإن فردية، يبقى ده معنى كده إن الحل النهائي اللي يحقق ده ويحقق ده هو الإكس زي ما هو بين 3، الواي زي ما هي بموجب وسالب إن باي بس مع تغيير بشرط الإن، بدل ما آخد كل قيم الإن بتاعتي كعداد من صفر إلى ما لا نهاية أنا هاخد بس إيه؟ حلو، يبقى السوليوشن النهائي بتاعي x بلين 3 y موجب وسالب n باي بس ال n فردي 1 3 5 7 فهمنا كده؟ خلاص؟ يبقى انت لو طلع معاك حاجتين الاولى بتاخد كل الاعداد بينما الثانيه عندها شرط الزوجي بس او الفردي بس، يبقى اللي يخلي الحلين ينفعوا هو ايه؟ الحل الاصغر ان هو هياخد العدد الفردي او العدد الزوجي حسب الاشاره اللي موجوده معاه. طب افرض كانت كده. يبقى ده معناه لازم اللين بنفس الشرط، لازم اللين اللي جواها موجب، البسط موجب، يبقى لازم المقام موجب، بس ساعتها المقام موجب امتى؟ لو الان ايه؟ يبقى الحل هو الحل بس بدل ما تاخد الان الفرديه هاخد الان الزوجي. ماشي؟ انا كده خلصت النهارده بس عايز اقول لك ملحوظه صغيره. لو حبيت اقول لك المساله دي برضو على صوره فيزيكال مش مجرد امسك المعادله وحلها وخلاص. اقول لك ايه؟ مثلا اقول لك لو انا في عندي الكتريكال فيلد، عندي مجال كهربي، والمجال الكهربي ده انا جيت عرفته وحطيته على صوره رياضيه طلع على صوره اي اس زد بار. ايه؟ عندي الكتريك فيلد مجال كهربي عرضته داخل حاجه معينه هو موتور مثلا هو جنريت زي ما قلت لك، او عندك جزء حديد كده وانا عرضت عليه الكتريك فيلد وقلت لك ان الالكتريك فيلد اللي انا حطيته الالكتريك فيلد اللي انا حطيته معرف رياضيا على صوره اي اس زد بار، انا عايز اجيب مجموعه النقط اكس وواي اللي بيكون عندها المجال الكهربي بيساوي ناقص 3. تاني اذا كان عندي مجال كهربي قيمته كذا اي اس زد بار، اوجد مجموعه النقط اكس وواي، احداثيات الاكس وواي ادي نقطه، اكس وواي ادي نقطه، اكس وواي ادي نقطه، عايز اعرف نقطه كذا وكذا 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 وكذا، النقط دي احداثياتها ايه؟ اللي عندها المجال الكهربي بيساوي هو ده اللي انت عملته، ده المجال الكهربي وانت عايزه بناقص 3، تقعد تحل تحل تحل، فين مجموعه النقط؟ عند نقطة لين 3 وموجب بار، لين 3 وسالب بار، لين 3 و3 بار، لين 3 وناقص 3 باي، هي دي مجموعة النقط اللي في الدومين بتاعك اللي عند كل واحدة منها، لو جيت تقيس المجال هنا أو هنا أو هنا أو هنا أو هنا هيطلع قيمة المجال بيساوي 3. فهمنا؟ نكتفي بهذا القدر وأشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي، طبعًا السبت أجازة.